في ولاية فلوريدا الأمريكية فجأة ومن غير أي مقدمات عناصر من جهاز الاف بي اي الامريكي اقتحمت امبارح مقر اقامه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب. الموقف ده ما حصلش قبل كده لرئيس امريكي حالي او سابق، ولا شفنا المشهد ده قبل كده. مبرر الاف بي اي او مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي انه اللي حصل كان اجراء ضروري ضمن التحقيقات في قضيه نقل ترامب لمستندات رئاسيه من البيت الابيض لمقره الشخصي في فلوريدا. عناصر الـ FBI فتشت المقر الفخم لترامب، فتحت حاجته الشخصية ودورت فيها، وحتى الخزنة الشخصية بتاعته فتحتها كمان ودورت على مستندات وأدلة خاصة بالقضية. ترامب طبعا ما سكتش وطلع في بيان وقال إن اللي حصل ده سوء سلوك وإنه محاولة لاستغلال نظام العدالة عشان يمنعوه من إنه يترشح في انتخابات رئاسية جاية بعد سنتين في 2024. والحقيقة ده اتهام واضح وصريح من ترامب إنه في عملية تسييس للإجراءات القانونية في بلد المفروض إنه أنظمته القانونية مستقرة ومستقلة، لكن اللي حصل زي ما قال ترامب ما بيحصلش إلا في بعض دول العالم الثالث، وإن أمريكا بالشكل ده بقت واحدة من الدول دي زي ما قال ترامب. حتى قال هو على حد تعبيره كده، قال إنه بقت دولة فاسدة على مستوى لم نشهده من قبل، ده تعبير ترامب. طبعا القضية اللي بيحقق فيها جهاز الـ FBI مع ترامب مجرد قضية واحدة من مجموعة قضايا بيواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعض القضايا دي بدأت أصلا وهو على كرسي الحكم. الحقيقة بقينا نشوف أحداث غريبة جدا في أمريكا كلها بتعكس حالة الصراع الحاد ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. فإلى أين يصل هذا الصراع؟ ده سؤال مش بس أمريكا بتدور على إجابته، الحقيقة العالم كله كمان عايز يعرف أمريكا رايحة على فين. طيب قضية، بما أننا بنتكلم عن أمريكا، في قضية كده المحاكم الأمريكية دلوقتي بتبص فيها والمتهم فيها مين؟ الفيسبوك. الحقيقة كان في قبل كده قضايا من بعض الهيئات والحكومات ضد فيسبوك، لكن دي المرة الأولانية اللي بنشوف فيها ست أمريكانية وبالتحديد هي أم أمريكية بترفع قضية على الميتا اللي هي موقع فيسبوك التابع ليها. الست دي اللي عايشة في ولاية كولورادو الأمريكية عندها أسبابها الواضحة لرفع القضية دي، وهي إنه بنتها مدمنة على الفيسبوك من وهي صغيرة، وإن الإدمان ده دمرها تقريبا. ست قالت كده إنه بنتها بدأت تدمن الفيسبوك من وهي عندها 7 سنين، وده عمل لها مشاكل بقى في الأكل والتغذية، وعمل لها مشاكل نفسية كتير زي مثلا إنها بتأذي نفسها، عندها أعراض اضطرابات في الشخصية. البنت دلوقتي عندها 13 سنة وتعاني من الاضطراب النفسي اللي هو النوع اللي ممكن يخلي الإنسان يعور نفسه، يحرق نفسه، وبعدها يحس بشوية راحة، وبعدين يعاني بشدة بقى من الإحساس بالذنب. حالة نفسية صعبة. الأم الأمريكية شايفة أنه سببها أنه بنتها مدمنة للفيسبوك، لدرجة أن البنت ما بتنامش تقريبا لأنها دايما منشغلة بإشعارات الرسائل والتنبيهات اللي بتجيلها من على الفيسبوك طول الليل. طبعا في قضايا تانية اترفعت على شركة ميتا من جهات مختلفة بسبب المشاكل النفسية اللي بيسببها فيسبوك للأطفال والمراهقين، لكن حتى هذه اللحظة مفيش حكم واحد صدر ضد الشركة. لكن لو الأم الأمريكية دي قدرت تثبت العلاقة ما بين الفيسبوك والمشاكل النفسية اللي عند بنتها، هنا بس ممكن نلاقي بقى حكم تاريخي ضد الفيسبوك جايز يساهم في تحجيم سلبياته اللي بتأثر على الأفراد وعلى المجتمعات كمان.